زهراء حجازي. صحيح أن مشاركة فتيات محجبات في مسابقة انتخاب ملكة الجمال ليس بجديد في العالمين العربي والإسلامي، لكن ما حصل في حفل انتخاب ملكة عشتروت في منطقة سور لبنان شكل مفاجأة غير متوقعة، حيث تنافست على لقب فتاتان محجبتان وظهرتا خلال العروض المتتالية، بما في ذلك المشاركة بمرحلتي فستان السهرة والجينز. وما أن انتهى الحفل حتى بدأ الهجوم الواسع عبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ممن اعتبروا أن هذه المشاركة إهانة صارخة للدين الإسلامي، لأن الهدف من الحجاب هو حجب زينة المرأة، فكيف يحق لها استعراض جمالها أمام حشد من الناس؟ في من الصبايا المشتركات معنا محجبات. هيدا الموضوع أنا ركزت عليه، أنه مش بس الصبية الحلوة بحق لها تشترك بأي مسابقة جمالية تكون مش محجبة، لا، نحن عنا جمال بالمحجبات حتى. من هنا يبرز السؤال، ما هو موقف رجال الدين من هذه القضية؟ وهل الخطوة هي من باب الجرأة والانفتاح أو الارتداد وتجاوز الخطوط الحمراء دينياً؟ لهالمحور مشاهدينا راح يكون معنا زهراء حجازي، هي شاركت بمسابقة الجمال، وزهراء مشروعة طبيبة أسنان مثل ما خبرتنا تحت الهواء. حلا اسطنبولي، فنانة ومنظمة لحفل الانتخاب اللي صار. الشيخ حسين نجدي خطيب حسيني والشيخ عباس حايك، أهلا وسهلا فيك. خلينا نبدأ معك يا زهراء، شو اللي شجعك أنك تقومي بهيك خطوة أنك تشتركي مباراة جمال وأنت محجبة؟ أول شيء بدي أشكر هيدا البرنامج إدارة قناة الجديد أن سمحت لي أطلع أوضح وجهة نظري. غفونا كما لم نغفو سابقا، وذي الحياة كانت كالحلم، حلمت بفستان أبيض بباقة زهور بسؤال أحدث فيه عن ذاتي، حلمت بلجنة حكم تنصفني ترى أن حجابي أيضا جميل، جميل كما الله، حلمت بأجمل أمنياتي، رأيت يدا امتدت لي قالت فرحة أنا بك طبيبة مثقفة شاعرة، سمعت منك ملهمتي حلا نغم الكلمات، زدت إصرارا ليس بحرام إن كنت جميلة جميلة، وتكلمت عن نعمة ربي، تحدثت عن وقفة تختصر حياتي، التقيت صحفية سألتني كيف تجرأت تعيشين في منطقة محافظة، تربينا طويلا على العيب، عيب أن تظهري، عيب أن تتكلمي لا تنظري، عيب أن تبرزي، أقول حرام أن نستغيب، حرام أن نشهر، حرام أن ننظر بعين الشيطان، وبين العيب والحرام شتى الاعتقادات، أحسنت الكلام، سترفعين اسم سور عاليا، ستفتخر هذه المدينة بابنتها مدينة الحضارات. وضحت كل شيء يا زهراء بالشعر اللي قلتي، الشعر الحلو اللي قلتي، حأرجع لعندك، يعني واضح أنت ليش تركتي وكيف فكرتي، والعيب شيء والحرام شيء آخر، وشو تسائر اللي حواليك كان موجود كمان رديتي عليه بطريقة من منطقك الخاص اللي نحترمه. حلا، شو اللي دفعك تعملي مباراة جمال؟ يعني مثل ما بقولوا ليه حركشتي انه بدك تفوتي محجبات ببيئة الى نوعا ما اسلوبها انظمتها ما معودة على هالشي، هيدا عادة وجهة النظر الدينية بعد شوي بنعرفها، بس البيئة الاجتماعية حتى كمان حركشت اذا كنت عملت شيء منه موجود بالمجتمع. المحجبات هن شريحة من المجتمع. بدي اوضح شغلة، اول شيء انا فنانة وناشطة اجتماعية، حبيت بلش بمدينة سور اللي هي من أهم المدن الفنائية إني أعمل شيء لمدينتي تبرز سياحتها. عملت احتفال الملكة عشتروت، وأول شيء ابتديت فيه بمدينتي، وما كان فيه بالأساس فكرة أنه يكون في محجبات، بس هيدي الشريحة من المجتمع لقيت فيه كتير اتصالات من محجبات بدهم يقدموا على هيدا الإيفنت. اللي بدي أقوله أنا ما جيت من الحجاب الموجود، هلأ حنحكي أكيد عن الحجاب، بس أول شيء هيدا الإيفنت منه ديني، هيدا الإيفنت اجتماعي، والمحجبات اللي تقدموا هن شريحة من المجتمع لابسين الحجاب منه الشرعي. هيدا الحجاب اللي حاطينه على راسهم هو منه الشرعي.
غلط إذا كان شرعي بيكون موازي لكل المواصفات الموجودة بالقرآن الكريم اللي بتمنع الزينة والتبرج والبرفيوم والفيرني اكسترا. هلا بنعرف من اصحاب أوكي. العلم فهن منن لابسين حجاب شرعي، وجيت انا قلت لهم يشيلوا هيدا الحجاب الشرعي ويلبسوا حجاب يسمى حجاب متطور مماشي للعصر للمتطلبات. يعني هي توضيح القصه اكيد بدها توضيح. لا 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 بدها توضيح بس نعم. اسمحي لي اقول لك، هن الهجوم بالسوشيال ميديا كان انه كيف حالة تجرأت انه تقدم محجبات على مباراه جمال. المحجبه جميله بثقافتها بطلتها بحضورها بشخصيتها، وبدي اقول انه المحجبه هي منا ما لازم ننظر المحجبة المودرن، عم نحكي ما لازم ننظر للمودرن، هي أنا بنظري وهيدا الشغلة موجودة بالمجتمع، في محجبة شرعية لابسة شرعي، في محجبة لابسة مودرن، بس خليني كفي طيب. المحجبة اللابسة مودرن ما لازم ننظر لإلها كهي مسرح للشهوات وللإغراءات وللتهيؤات الجنسية، ما لازم ننظر لإلها كعلبة منغلفها منغطيها ومنرجع منعريها ساعة اللي بدنا. الحكم بيكون على سلوك الإنسان مش على الرداء وطريقة الرداء اللي بنحطه علينا. بس هي يعني هلأ حفوت أكثر بالتفصيل مع فضيلة الشيخ، هي مباراة الجمال إجمالاً لها علاقة بمقاييس طبعاً، مقاييس جمال يعني مقاييس جمالية ما بيمنع أنه الكل يتحلى فيها، بس نشوف وجهة نظر دينية أكيد أكيد. يعني بين كلام زهراء الجميل شاعري يعني جميل جداً جميل بس شاعر بين العيب والحرام، بتقول في كتير فرق بين العيب والحرام، وقالت كلام فعلا يعني جميل ومنطقي ما بعرف، وبين كلام حلا انه هناك شيء شرعي ومش شرعي، وهناك شيء مودرن او متطور، وبين السؤال اللي يطرح نفسه يعني كامراه تشعر انها تحتاج انه انه جمال غير الاغراء، يمكن ما بعرف هذا شيء متعارف عليه، هو الجمال يدعو الى الاغراء عادة دائما ما في جمال بمعظم الحالات بمعظم انا ما قلت انه الجمال مطلقا يدعو يعني. الى طبعا خلقت الجمال لنا فتنه وقلت لنا يا عبادي اتقون وانت جميل تحب الجمال فكيف عبادك لا يعشقون، مش مختلفين. بالنسبه لاختنا الكريمه هذا كلام شاعري بس ما بمثل الواقع بصلة، يعني عبرت عن مكنونات معين بس منه واقعي ابدا، انه بحق لها تحلم وبحق لها، ما حدا بيمنعها من انها تحلم، بس ممنوع انها تشوه امر يعتبر مقدس لدى يعني مئات الملايين من المسلمين. هذا اللي صار هو تشويه للحجاب. انا مثل ما اليوم عفوا على المقارنه بتهم داعش بتشويه صوره الاسلام من خلال الاجرام اللي عم بيمارسوه، ايضا هذا الظهور للحجاب بهذا الشكل اللي شفناه هو تشويه لصورة الحجاب. مش مبالغ ما فيني احكم اذا كان متعمد او غير متعمد، خليني احسن الظن قول انه غير متعمد بس قطعا فيه تشويه، وهذا الشيء اللي تفضلت فيه ابدا منه صحيح. لا صحيح، إنه اذا بتنزل بتنزل على الشارع بتشوف انه ثلاث ارباع المحجبين هن منه شرعي او النظره الدينيه توافق على هذا، لا نوافق على هذا. بس انا اكيد ما عم بسيء، اكيد انا ما عم بسيء للديانه الاسلاميه وما عم بسيء لاي دين، يمكن ما تكوني قاصده بس اسأتي. بس خليني اشوف وجهه نظر ثانيه، خاصه انه الشيء اللي حملتها اياه المسؤوليه كمان كثير كبيره قارنتها مقارنه مع داعش مبالغه جدا مع داعش. انا تبي انا عم اقول على 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 نحو الشيء يستدعي يعني الاراء تستدعي. اذا بدك تحكي دينيا دينيا ممنوع الامراه المحجبه تطلع من البيت وتفلت وتنخلط مع الرجال، اذا عم تحكي دينيا. طب خلينا نسمع وجهة نظرك. اذا عم تحكي ممنوع الاختلاط، ممنوع المساواه بين المراه والرجل، اذا عم تحكي دينيا. اذا كان كل واحد دينيا ما عم نحكي فكريا والاجتهاديا دينيا ممنوع، مين قال انه ممنوع؟ عندنا راي ديني اخر استثنائي. خلينا نسمع وجهه نظرك. يطول عمرك الله يخليك، انطلاقا من المشاعر اللي ابدتها بس بتمنى انه الكلام يكون بالتساوي للجميع. طبعا هلا بنرجع لك، ما في ابدا خير ان شاء الله. ما ياخذني طرف لا لا ضع، وباعتبار ان القضيه يعني مساله الحجاب مساله العادات اخذت مجال كبير في الساحه في العالم الاسلامي بشكل عام، لكن انا عم بحكي باصل المشير. اولا سمعت الشيخ عم يحكم على الظاهر، طيب ما نحن عندنا بالروايات، هو بيعرف سمعت الشيخ وبروايات المسلمين
كم من لا كم من مثلا من قارئ القرآن والقرآن يلعنه؟ يعني هل هو الظاهر بداية هو أن 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 يظهر صورة الإسلام حتى بالمشايخ حتى بالمشايخ؟ لا بغض النظر الأول لا تغرنكم كثرة صلاتهم وصيامهم، كلام سليم ولكن صدق الحديث وأداء الأمانة. يا شيخنا أرجوك، ما نحن عم نحكي بأصل المجاور، لأن الإيمان شيخنا إيمان باطني، شيء قلبي. لا يمكن أنك أنت تحكم على الإيمان على الإنسان. الإنسان علاقته بينه وبين الله. هل كم من منقبة، وأحترم هذا الزي لأنني رجل دين في قمة الاحترام والدين، بس هذا يعني أن كل منقبة أو محجبة هي دليل الإيمان؟ كذلك حتى زي رجل الدين، يعني هل كل من يتزي بزي رجل أبداً الدين أبداً ان يكون يعني رجل دين بمعنى الدين؟ جميل. يا سامح الشيخ، يا سامح، انا جنوبي وانت ما سمعت الشيخ بتعرف اهل الجنوب. بالجنوب كان هناك عندنا عادات كثيره منتشره. يعني انا بوعه على الدبكة الفرخه، وديك كانت اميتنا وستاتنا واجدادنا يحطوا المنديل ويدبوا. ما كان في شيء اسمه حرام وحلال، هي قضايا. لا بهذا المجال شيخنا، بالمعايير الاخرى. لا بمعايير، يا سمعت الشيخ عم بحكي معايير عادات كانت الناس تالفها. نعم. بعدين الواقع شيخنا عفوا يعني بهذا الموضوع بالتحديد. نعم، اصل المشاركه طبعا انا مع احترام، لابد من مراعاه العفه والالتزام سواء محجب او غير محجب. صحيح. يعني ما هذا اللي عملناه. يا اختنا، يا عزيزتنا، انا عم بحكي باصل المشاركه. دخلك الان بايران مش دوله اسلاميه شيعيه، هناك مشاركه للنساء بكره القدم. صحيح. الان بايران مشروع، يا سمحت الشيخ، فتيات تحت فرق رياضيه تشارك. صحيح. في مباراة كرة القدم. صحيح. يعني الإمام الخضر، يعني أنت لا تعارف. يا شيخنا، يا شيخنا، أصل المشاركة لا، أنا بس ممكن بس وضح شغلة محجبة في مباراة الأمام. خليني أعمل داخلي بشغلة على الموضوع. يا سمحت الشيخ، بدي بين الفكرة. لا، خلي الجواب. أنا عم بحكي بأصل المشاركة. إذا كانت المشاركة عادات، سمحت الشيخ، مثل ما تفضلت أختنا الكريمة، إذا بدي أخذ بالمنظار الإيمان الإسلامي التقليدي، ممنوع تخرج من بيتها. صح، خليك معي، ممنوع تخرج. أيوة. من بيتها. لو كان السجود يحل لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. ممنوع تخرج حتى نهائيا، ممنوع تكون لها دور سياسي. علما الآن هناك وجهة نظر أخرى بيسموه الإسلام المعاصر أو الإسلام التجديدي، وكثير من فقهاء المسلمين وخصوصا الشيعة أفتوا بجواز القضاء للمرأة، علما كان هناك حر من يعني المرأة أن تشارك. بس يأخذ منك. نعم. ليس من يمنع، ما في شيء يمنع بالأصل، ما في مانع تشارك محجبة، حتى لو كان الاتكال على مقاييس معينة قد يعتبرها يبقى البعض خارق. يبقى العرف. نعم. هل نحن الآن عايشين عفوا ست ريما تحت سقف قانون مدني؟ نعم. احنا مش عايشين بدولة إسلامية. نعم. انقسم العرف فيها قسم يرى أنها مقبولة، وهذا شأنه، لأن بس الواقع يفرض نفسه. الواقع يفرض نفسه. الإسلام يحرم المشاركة. أنا عندي بس ممكن أحرم المشاركة. عطينا عطينا دليل، عطينا دليل شرعي. ستري ما يا ستري، عطينا الشيخ عباس. يا سمع، يا 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 اختي، ولذلك لاحظت جوابه ممكن لا يوجد الان فتوى. يعني مثلا ما في فقيه بيقول لك هل كل ما يدور في فلك الفقه اذا كانت مجالس تناسب اهل الفسق والفجور فهي حرام؟ نعم. هذه قضيه عرفيه مش فقهيه. بس ممكن بس لا زمان تفوت على الحديث الاسلامي تحديدا. نعم. يعني مسألة الحجاب أصلاً هي في نزاع عليها. بس أنا بدي أطرح بس سؤال لفضيلة الشيخ اللي هو دون. لا، ضيع لفضيلة الشيخ لأنها فرض. طيب المسألة، بس ممكن المسألة سؤالي. نعم. حضرتك شاعت حلا اسطنبولي دخلت اثنين محجبات على انتخاب ملكات جمال. نعم. وأنت حضرتك كنت ضد. لا. بدي أسألك شو رأيك بشغلتين. شو رأيك ببرنامج عربي على أكبر محطة عربية عم تنعرض فيها محجبة عم بتغني ووصلت للتصفيات النهائية للما قبل النهائية؟ وشو رأيك بامرأة ليه جيت على حلا اسطنبول وقلت انه عملت؟ لا لحظة، محجبة نحن جينا نناقش.
لو سمحتي شغله ثانيه ممكن احكي شغله ثانيه؟ شغله ثانيه، شو رايك بالمسلمه اللي بتلبس مايو لباس البحر وبتطلع بتقدم على انتخاب جماله؟ ليه ما كنت ضد؟ ما انت عم تدافع عن مسلمه؟ ما عم تدافع عن، ليه ما تطلع تحكي بالموضوع؟ احنا ضد، ليه ما طلعت كيف الموضوع؟ انا لبست لباس محتشم وما تحطيت الخطوط الحمر بالموضوع. خليني ترد وجهه نظرها على حضرتك، خليني اسمع حضرتك الشيء قلته. في جزء من سؤال حلا لا يتعلق بالموضوع اللي هو له علاقه بالشيء اللي قلته بالاخر. لا عم نحكي نحن كامراه مسلمه، انه مسلمه لابسه ما هو لا يعتدي على حريه احد، هو عم يحكي من غير وجهه نظر. بس السؤال الاول يعني يتشابه، هذا مباراه الجمال جزء من الفن اذا بدنا نحكي بشكل عام. يعني الفن اذا كان اغنيه او مسابقه جمال محتشمه بنيه طيبه معلقه عليها، مسابقه جمال محتشم بعدك عم تفضلي وجهه نظرك. ليه كانوا لابسين محتشمين؟ انه ما اسمها ملكه جمال، يعني طالعين يتفرجوا. ليه البنت المسلمه اللي ماشيه على الطريق اللي بيخترش في حياتها، اللي بيخترش في حياتها انه تكون ملكه جمال قلبه ولا تكون ملكه جمال؟ خلينا نسال، هذا مش نقاش، تحطها بالبيت وكوكعها فازل، ما لك علاقه انت، حطها وانت ما لك علاقه فازل تحكي بالبيت، ما بسمح لك، ما بسمح لك تحكي بهالطريقه. بدك تحترمني في شغله، بده يكون في احترام بالموضوع. ما حدا اهاني، ما بسمح لك. ما بلشنا حديثنا تحت الهواء الا انه من الجميل انه يكون عنا، انا جاي رجال دين وصبايا حلوين، ما قالوا ليش اول شيء الايفنت تبعي ما انه ديني، الايفنت تبعي اجتماعي. مزبوط، خلينا نسمع وجهه النظر لانه سمعنا اوكي نقل. هو هو مرضى بافكارهم. طب خلينا نسمع، هو مرضى بافكارهم. محترمه ما لك علاقه بافكارهم، انا محترمه غصب عنك. لا 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 لا، نحن مانا قاعدين بالبيت او عم نحكي على، لا استوديو اذان قولوا له في استوديو. انا فيلي سوري، انا فيلي، هيدي مانا مقابله، تفضلي بعتذر منكم. اعملي بريحك. اوكي اكيد اكيد أكيد. يعني بعتذر. لا الكلام اللي ما له علاقة بالأخلاق أنا بعتذر عنه، هي مش قصدها طبعاً بس من فعلي. خليني أفوت بالموضوع الديني لخلي زهراء مجال لها. أنا قلت لك أنه من وجهة نظر دينية بحتة. نعم. نفس إقامة هاي المباريات من وجهة نظرنا محرمة، والمشاركة لمحجبة فيها تزيدها حرمة لأنه هتك للحجاب وإساءة لهذا الزي الدين المقدس، ونقطة على الصف. طيب ونملك من الأدلة. طيب خلينا نرجع نحكي بالأدلة بس. رغم أنه في مسألة كتير رئيسية هو أنه الدين يتعاطى مع الروح، يعني في كمان تعاطي كبير مع الروح، والدين يعني المرأة بحاجة أنه تنفهم أكثر حاجاتها بموضوع الدين، بحاجة تقرب أنتو أكثر لإلها. ما حدا قال، والكلام اللي بلشت فيه زهراء يدل على مخ جميل بس ما بينصرف. طيب خلينا نسمع زهراء كلام، يعني قال فضيلة الشيخ كلام قاسي بمحل، عمل مقارنات كمان قاسية. أنا كمان بسجل اعتراضي على المقارنة. أنا قلت على نحو تبيع الأفكار، الشيء يعني بالشيء يذكر. بس خبريني يا زهراء، ليش أنت برأيك من قلبك غير اللي قلتي أول شيء بالكلام العادي، يعني أنا بحق لي أني كمان تكون حلوة ويقولوا عنا حلوة؟ لأن الله الجميل يحب الجمال والجمال منه عيب. طب والكلام عن أنه أنت عم تخرقي قواعد الحجاب؟ حراس للقبر أطحينا نستنشق عبق الموت، أما فكرنا يوما بنا بإنساننا بذاك الصوت، أما فكرنا يوما بأننا بشر جميعنا سنحاسب، لكن الله من سيحاسبنا، أما فكرنا يوما أن نعبر بالصمت. تخاطبونني بلغة أسميتموها الدين، تقولون بأنكم للجنة حارسين وأن النار ستأكل ما تبقى مني من طين. تخاطبونني بلغة خليني أروح على سؤال. أنا بتذوق الشعر على فكرة، حسابك عن أناعة؟ بس لأنه تنكون يعني مباشرين بالجواب. أكيد عن أناعة. عن أناعة؟ أكيد. وبتعرفي أنت يعني في أصول معينة للحجاب أو هو ينطبق عليه الشيء اللي أي حدا ملتزم؟ هو الحجاب حجاب النفس قبل ما يكون حجاب الشكل. نعم. ولنحن من عم نركز على المظهر أكثر من الجوهر. نعم. في قصة، طب في، لا ما بدي أفوت فيها بس في ظلم بقصة الشيء اللي قاله الشيخ على قصة، لانه كمان هناك محجبات ملتزمات وما بيزعبروا ابدا وبيفجروا حالهم فينا مثلا. هو اصلا مش معتبرات يعني. تفضلي. ما في حد، ما لا لانك رحت على هذا المثل كثير. انا قلت على نحو انه شيء بيستدعي شيء، ما عم اقول انه هي داعي شيء، ما حدا تامل من المثل اللي انطلق منه. هي داعش كمان بتحلل القتل انه من ليس معنا فهو ضدنا. كمان هن انه انت مش من راينا يعني انت ضدنا، يعني صار نحن محل لقلنا نستغيبك، لا صار نحن محل لقلنا نشهر أبداً فيك ابدا، صار نحن محل لقلنا نسمع كلام مؤذي. هذا الحكي اللي عم تفضلي فيه بتاتا
لا حللنا استغابتك ولا حللنا، نحن عم نحكي عن ظاهرة صار في هتك إلها، ظاهرة دينية مقدسة. أنت كمان خليني روح، خليني روح أختم عندك، خليني أختم عندك شخاب. بس المشكلة مشكلة بيئة وضغط عليكم، ولا المشكلة بالنص الديني فعلا بهذا الموضوع، ولا المشكلة انه وكأنه المحجبة عليها تحاصر من كل الميلات؟ تعطيني بس شوية وقت لحتى بس على الجوانب. طبعا نحن حكينا على بيئتنا، نحن أهل الجنوب، بالجنوب دائما كان الجنوب منفتح ودائما كانت المرأة تشارك. يعني أنا نحن نوعة إنه المرأة دائما تشارك، كانت تنزل على العين إذا تجيب الجرة. كانت شيخنا بحكي نحن منفتحين. طبعا المشكلة بالنص، هناك فهم نص تقليدي للإسلام وهناك فهم معاصر. الآن مثلا إذا بدي أخذ النصوص الإسلامية كإسلامية، ممنوع عنا المرأة تتعلم، ممنوع تعلم الكتابة. لا خلي لا خلي خلي يا شيخ موجود بالنص أبدا مولانا. قال علي بن أبي طالب، قال علي بن أبي طالب، قال اسمع يا شيخ، يكون في نص يا اسمع يا شيخنا قد يكون نص غير صحيح. طيب لما أنا بدي أقرأ بالنصوص أبدا. طيب يا شيخنا المرأة شر، وشر ما فيها أنه لابد. هذا له تأويل مولانا، أنت أدرى فيه، أنت تعلم شو تأويله. أنا لا يعقل لأهل البيت. أنا أربأ بك كرجل دين معمم أنك يا شيخنا يا شيخنا ما تحكم على الناس أنت، أنت خليك أحكم على واقع معيب. يا شيخنا أرجوك في نقاش علمي، في نقاش بعد هذا النقاش. شيخنا أنت رجل دين معمم يا شيخنا، هذه النصوص قدامي. أنا تكون أشد حرصاً مني يا شيخنا، على مكافحة هاي الظاهرة. أنا مش تجي مؤيد. أنا بدي أقول شغلي، الواقع يفرض نفسه، وعندما يفرض الواقع نفسه أنا بدي أتجاوز رواية البخاري ورواية الكليني، لأن الرواية جاءت إلى إلى أزمنة، إلى زمان أبداً. محدد. لكن هات القرآن خليني أقول لك أنه قديم لك يا أخي يا سمح شيخ، المرأة اللي بدي أحرم عليها المشاركة منه لك. ليش بتشارك بالبرلمانيات وتقعدوا معها؟ هل تعلمين ست ريما أنه كانت المرأة تعرض في الأسواق وهو بيعرف بالتاريخ الإسلامي وكان يروح يشتروها للأمة؟ كان يشوف الجميل مولانا، هذه مرحله تاريخيه مضت وانقضت. اصدق فإذا هناك نظره كان لها اسبابها وظروفها. الحجاب عاده اسلاميه ما اقرتها المجتمعات الاسلاميه وماشي فيها، عاده او فرض. هلا هناك خلاف الان من يومين الازهر اعطى شهاده الدكتوراه للشيخ مصطفى محمد مصطفى سعيد بدرجه ممتاز بان الحجاب بالعاده وليست فريضه. طيب على كل حال هذا موضوع الازهر مولانا، شيخ الازهر شيخ الاسلام يا مولانا، انت رجل دين. انا عم بحكي اصل الخلاف. انا بشكر حضوركم معنا، هذا الموضوع لحاله باب للنقاش. نعم. طبعا وواسع، يعني شرفنا تكونوا عندنا مره ثانيه. الله يبارك فيك زهراء، اهلا وسهلا فيك. نحن مشاهدينا بريك.